بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا، من أرضية ميدان الوثبة، من عاصمة الميادين، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي ريسنج، ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان البطولة الثانية والتسعيرة الساتة لهجن الرياسة. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للقاية البكار، المحليات الأصائل لأبناء القبائل. جائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. مسافتنا 5 كيلومتر، رافقكم بمسافة 5 كيلومتر منذ البداية وحتى خط النهاية، والتغييرات منذ البداية وحتى خط النهاية. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. أرى مشكورة في المركز الأول للسيد حمد بن محمد بن فهيد العجمي اللي في مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، مشغلة في المركز الثاني للسيد سعيد بن سهيل بن هاشل العامري، وفي المركز الثالث من الجانب الثاني اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات. نشوف، نحاول أن نلقط رقم اللي في المركز الثالث، تتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات سلهودة للسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، تندفع إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مشكورة للسيد سعيد بن سهيل بن هاشم العامري. المركز الثالث من الشيبة السبوسي، تنفرد انفراد كامل، انفراد كليا، طائرة على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام، شيء يخف السرعة لكن هي تزيد من السرعة. تبالها باراشوت يزخ عند خط النهاية. ألف 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 ما شاء الله على هذا الأداء، الأداء المتميز. بنقول سلام سلام عليكم يا أهل زعبيل، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا، من أرضية ميدان الوثبة، من عاصمة الميادين. تهانينا للسيد منصور بن الشيبة السبوسي على فوز وهيلة بالمركز الأول، وعلى هذا الوقت الذي حددته ما بينه وما بين المراكز. المركز الثاني الشاينية للسيد حربي بن حمد بن نهيان العامري. المركز الثالث هملولة للسيد أحمد بن خميس الهاملي. وفي المركز الرابع مشغلة للسيد سعيد بن سهيل بن هاشم العامري. المركز الخامس اللي وصلت في المركز الخامس للسيد حمد بن علي الوهيبي. هذه النتيجة، التوقيت الزمني. نشوف، ناخذ التوقيت الزمني، ساعة وصول وهيلة إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 5 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. قاطعة مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدره. نشوف نانب المركز الأول يا مخرجنا، 7:56.6 من الثانية. تهانينا للسيد منصور بن الشيبة السبوسي على فوز وهيلة بالمركز الأول. تهانينا أيضا لأبو منصور على هذا الأداء الجميل الذي قدمته وهيلة الذي وصلت في المركز الثاني. الشاهينية، نشوفها هي الشاهينية، 8:05، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حربي بن حمد بن نهيان العامري والذي وصلت في المركز الثالث. هملولة، 8:05، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي. تهانينا للجميع والنامور. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم.